هل صحيح أن زوجة سيدنا عمر كانت تعلي صوتها عليه؟ كانت تراجعه أحيانا، فلم قال تراجعيني كيف تراجعيني، المسألة كالآتي: قال عمر: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا بقوم برجال تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار، فغضبت زوجتي يوما فكلمتها فرجعتني، فأنكرت أن تراجعني، قالت: وما تنكر أن أراجعك؟ ابنتك ونساء النبي راجعنه، وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. فذهب عمر مسرعا، قال: يا حفصة، هل أنت تراجعين النبي صلى الله عليه وسلم وتهجر إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قال: أما خشيت أن يغضب رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله فأسقط عليك الحديث. لكن الرسول كان في الجملة يجنح مع النساء جنوح رجال الأنصار مع النساء، لأن القرشيون كانت عندهم شدة على نسائهم.